وحدث الانتصارات ويكمل مع الإخوان الأعضاء المكتب السياسي طوارت إلى الجهات التي قوها رابعة قلت أحد السنة إن شاء الله غادي نكملوا الأخ الجهة وغادي نرجعكم يعني بالنتائج في الوصول الرابعة ديك الساعة غادي نبداو العمل ماشي فقط كما كنقولوا لأن حنا عندنا السيد ديال رئيس الحكومة وحنا مسؤولين على الأخ البلاد غادي خصنا نجيو يعني حلول للمواطنين كي كنقولوا للمواطنين أنا كنتكلموا على جميع المناطق اللي فيها يعني جميع الجهات كلها وجميع الأقاليم وبالخصوص نكونوا حنا في الرئاسة ولا يكون شي واحد من الحقوق ديال الأغلبية بحال هذا وشي بحال هذا يعني صوتي أنا المهم أنهم يجيبوا القرون للناس اليومية ديالهم. إذا موعدنا إن شاء الله قبل آخر سنة ديال 2023 باش نشرحوا شي برنامج اللي يكون يعني في مستوى ديال الرطوبات ديال المواطنين. ثانيا حنا داخل الحكومة الشاب الجديدة قريبا هذه 6 سنة ونصف وفي ظروف تكلموا على الإخوان اللي هي ماشي سهلة وظروف ماشي صعبة ديال الإخوان ديال الأزمة ديال النافع على كوفيد، الأزمة ديال الإنفلاسيون، الأزمة ديال الحرب ديال البلاد، ولكن رغم يعني هاد الظروف كلها، واجهنا يعني التحديات اللي هي فيها اللي كنشوفو المواطنين بكل شجاعة، ما تخليناش، نهائيا، ما كانش شي أزمة إلا كنكونو في وجهها، كنتقاوها. ونحاول نشرحوا يعني المواطن اللي يجينا في البلدين وشنو كنقولوا المناسبة اللي يمكن تجي هذا انا كنعرف ان هو ثقيل عليكم يعني المنتخبين والمنتخبات التي كتواجهوا مع المواطن كل يوم ولكن تيكون هي بانه المواطن كيعرف فين جاي المعقول المواطن كيعرف فين جاي العمل والمواطن كيعرف فين كيخدم ولا ما كيخدمش اللي راه اللي كيشوف الثمن ديال المطيشه تصرف واحد الثمن ولا تمن الحمص واحد الثمن كيعرف انك كدير الفلوس كتابع كل حاجه باش تلقى لها الحل وفي الاخر كتلقى لها الحل وكتواكب في المشاكل ديالو فهو كيعرف على من يعول في المستقبل ماشي ازمه لان الازمات دائما كانت عاليه كيبقى هو المعقول كيبقى هو الاساس كيبقى هو العمل يعني هادشي ما يمكنش يتكتب على شي حد في التاريخ ديالهم ولا الجوع يعني اختيار اللي درنا النهار الاول فيكم عارفين بانه كاين النزاهه وكاين الكفاءه وبانه خصنا نجمعكم باش نشوفوا الى غلط شي واحد يعني يخلص يعني ما ندير الى غلط شي واحد انتخابات اعلان أنا بين نجمع تسعياتي ويتو الخلاف في التكفيق والمتحدث في المتحدث اللي هي جيد إيجابية جيد مجمل دولي من الفيها كانت يعني انتخابات جزئية بفضل يعني جيد ديال جميع الإخوان وجميع الشباب الشباب والنساء يعني واحد العمل اللي هو حقيقة كبير وانتم مشكورين عليه أنا أعطيتو الحزب المكان ديالو يعني في المنطقة باش البلاوة يعرفوا بأنه هذا حزب معقول الحزب ديال أغلى سهرات بأن الناس رخاء المشاكل والمصائب الصعوبات اللي كتمر بها كنعرفوا فين كاين معقول هنيئا لكم هنيئا لكم بالنجاح يعني السي او وكيف في الحقيقة بأنه يعني الخطاب اللي كيبقى في الخطاب ديال المعقول ديال الخطاب ديال التكيس ديال حاجه مختلفه
الحكومة
اللي غادي نتقاو في الكتاب ان الاخر باش يكون الشهر باش يكون الضوء باش ما نزيدوش في الضوء عرفت 30 ولكن يعني لا سيتياسيون حاجه شويه يعني هي صغيره ولكن العالم كله تابع ديال الضوء هذا اللي شعر في النهار العالم كله كما نقول جوج ثلاثة من غير ما تمشي تماما يعني شي حاجة ما تنساش ما كتعرفش يعني القيمة ديالها ولكن توضع على ثلاثة خطرات معروفة خطرات معروفة تمنيها فحكومة ما تشتغل بجدية وهو في صعبة استثمارات كبيرة جاية لبلدنا ثقة يعني الحمد لله ديال الجميع منظمات عالمية مالية كاينة في بلادنا وغادي تشوفوا الاستثمارات اللي غادي يجيو هنا بغينا باش يكون الشغل هو الشغل يعني موجودة للشباب ديالنا عارفين بأنه الإشكالية ديال الفتحة أنه على أساس هاد السنة يعني خلصت ولكن نتمنى الله سنوات احسن في المستقبل وكذلك ما نقولوش نتمنى الله كذلك Yeah.